علم عراقي، مطالب مشروع، متظاهر سلمي. وجه التظاهرات واحد كان وسيعود في الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين. سلمية سلمية، ذلك الصوت سيصدح كرة ثانية، ولكن في ساحة النسور هذه المرة. ومن النسور إلى المنطقة الحكومية يرومون الوصول، كما تؤكد اللجنة التنظيمية لطرح مطالبهم وقراءة بيانهم. رح نخرج يوم 1/10/2022. أهدافنا هي تغيير جذري، مثل ما هذا كان هدفنا ب 2019 احنا مستمرين به، بعيدا عن أي جهة سياسية أو عن أي صراع سياسي. المد التشريني كما يسمى قد يحصل على دفعة زخم إضافي يلتحق بقافلته، ذلك الزخم آت من جمهور التيار الصدري وفق بعض المقربين منه، بعد خطوط امتدت بين الصدريين وقوى تشرين لاتساع رقعة التظاهرات المقبلة وتشكيلها ضغطا أكبر عبر ذات المطالب. ربما يذهب التيار الصدري كجمهور بالمشاركة دون دعوة من التيار الصدري، بمعنى جمهور التيار الصدري يشترك بعنوان مواطن وليس بعنوان تيار صدري، وبالتالي يزيد من الزخم. لا سيما أن التشرين كما فهمتوا أنهم يريدون التظاهر باتجاه بوابة النسور. ومع التوتر الحاصل في الشارعين الاحتجاجي والسياسي، تسعى اللجنة التنظيمية لضبط إيقاع التظاهرات التي قد تكون الفاصلة وفق رؤى تحليلية في متغيرات المشهد السياسي بعد رؤية بوصلتها إلى أي المسارات ستتجه. إذن هي خطوة احتجاجية مرتقبة لا علاقة لها بالصراعات السياسية كما يقول منظموها، وإنما لتثبيت مطالب لم تتحقق منذ 3 سنوات باتجاه الإصلاح السلمي. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.